الاخوان، بعد ما كندخلوا للموقع ديالنا هكذا ظهرنا هذه الواجهه هذه، غادي نشوفوا الوثائق المطلوبه، نشوف بعدا نشوفوا نتعرفوا على الوثائق اللي طالبينها. من بعد كنضغطوا على الوثائق كيطلع لنا هذه الوثائق، استماره الحصول هذه غادي نعدلوها دابا، غادي نعمروها، ونسخه من بطاقه التعريف الوطنيه ساريه الصلاحيه يعني ما مسالياش، وصوره فوتوغرافيه الحجم ديالها يعني متعارف عليه يعني سواء الخلفيه رماديه او زرقاء الى غير ذلك. هذه كل المعلومات. في حالة تجديد الإدلاء بجواز السفر القديم يعني لو كنتي غتجدد، وفي حالة السرقة يعني كتجيب شهادة مسلمة يعني ديال بأن ضاع عليك شهادة الضياع. المصالح المختصة سواء الأمن أو الدرك الملكي لحسب يعني المنطقة اللي انت قاطن فيها، واش حضارية ولا يعني قروية. هذا كل شيء. غادي نمشيو على الاستمارة، ظهر الاستمارة على هذا الشكل. الرشيدون، غضغط على الرشيدون كما كتلاحظوا بالاخضر رشيد. وقبل ما تعمر استماره خصك تشتري تطلب تمبر، اذا التمبر اوتوماتيكمو غضغط على شراء تمبر، غيديك للواجهه هذه ديال المديريه العامه للضرائب، اختار العدد ديال التمبر 1، تمبر ديال الباسبور الا بغيت تضيف شي حاجه. غتمشي تعمر المعلومات، الرقم الهاتف، طريقة الدفع يعني واش عن طريق البنك او عن طريق الوساطة، البريد الالكتروني، تأكيد البريد الالكتروني، واختار عن طريق الوساطة مثلا اما تخلص في كاش بليس او تسهيلات الى غير ذلك. تدخل ديك الكابتشا ملي كتدخل المعلومات كيجيك واحد الكود يعني في الهاتف ديالك او ديك الرمز، يعني كيجيك بانك او الرمز كيعطيه لك هذاك السيد اللي خلصتي عنده. من بعد كتجي تعمر الاستمارة، واش كتبقي نتا معفى من داك رسوم الدفع؟ طبيعة الحال يعني قليل اللي يكون معفى. بعد كتدخل ديك الكود، مورا الكود يعني رقم البطاقة الوطنية، الاسم، النسب بالعربية والفرنسية، يعني معلومات عادية يعني الميلاد إلا كان عندك، ما كانش عندك ما كديروش يعني لا توفر عليه. في مين ولا ماسكيلا، جنسية المغرب، الايميل، كود بوستال يعني ديال المدينة ديالك، كود بوستال ديال المدينة مثلا شوف شاون كيكون 91.3 ديال الاصفار. من بعد كدير تاكيد، كتختار يعني المغرب، الفي، المدينه، بعد كدير التاكيد. ملي كتاكد المعلومات ديالك كامله كتطبع لداك الوصل، وكيجيك واحد الكود يعني غيظهر لك على الشاشه، خصك تصورو وتخليه عندك باش يمكن لك تبع الطلب. الامر سهل.